أحسن الله إليك سماحة الشيخ، كثرت الأسئلة مرة أخرى عن تكرار العمرة في السفر الواحد، سواء عن نفسه أو عن قريبه أو عن أحد من أموات المسلمين، ومن أين يحرم من أراد ذلك؟ هل يرجع إلى الميقات الذي أحرم منه أو يخرج إلى التنعيم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. قلنا لكم في عدة أجوبة أنه لا بأس بتكرار العمرة في سفر واحد، لا بأس، لكن الأفضل والأحسن أن يبقى في المسجد الحرام ولا يكرر العمرة. الصلاة عن 100,000 صلاة، طواف بالبيت، تلاوة القرآن، الاعتكاف في المسجد الحرام، كل هذه أفضل، كل واحد من هذه الأمور أفضل من تكرار العمرة. وإلا العمرة جائز تكرارها لا بأس، والإحرام بها لمن كان داخل مكة، الإحرام بها من الحل، الحدود الحرم، إما من عرفة أو من الجعرانة أو من التنعيم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم خص التنعيم لعائشة لأنه أقرب حدود الحرم إلى مكة، وإلا يجوز الإحرام بالعمرة من جميع نواحي الحل. نعم، ولا يذهب إلى الميقات، لا يذهب إلى الميقات، يطلع إلى الحل خارج الأميال ويحرم.